بطاطا بتجيبها بتقشرها بحطها في ميه سخنه واسيبها لحد ما تتسلق تماما، تبقى عندك بالشكل ده شويه كريمه صغيرين وشويه لبن وربع كوبايه وربع كوبايه، وعندنا معلقتين اتنين من الزبده اهي. ادي البطاطا اهيت مهروسه، اسف مسلوقه سلقه كامله. كيتش نوفا نبدا نحطها، حط عندنا مكعبين اتنين من الزبده، كلام جميل. متحطهاش ملح، ما بتتحطلهاش ملح خالص. حط عندنا الزبده اهيت، بس دي بقى تبقى جامده قوي لو بالهاند بلندر. السلام موجود والله، الله عليكم. الزبده بنسيحها كويس، نقوم نازل عندي بالبطاطا. ونهرس البطاطا كويس جدا زي ما حضراتكم كده شايفين جوه الزبده السايحه. وهي بتتهرس كده بقوم مديها ربع كوبايه من كريمه الطهي وربع كوبايه من اللبن. وبعد كده بقوم جايب عندي الهراس بتاعنا الجميل ده هو، تحس ان هي بقت ميه خلاص. لا 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 ما فيها نشويات، ما تلاقيش. نديها بقى بالهاند بلندر. بصوا تبدا تتقل ازاي وهي على النار. بص دي عماله تتقل ازاي، انت بتحسي بعد ما تحط الكريمه واللبن اللي هي بدات تبقى ايه، تبقى ميه. لا 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 كل ما تسيبيها وتضربيها كده وهي على النار هتبدا تتقل معاكي اهي. يا سلام يا سلام. بصي اهي كده شيل ديت، خلاص خلصناها. بص على القوام بتاعها الكريمي، بص عامل ازاي، كريمه كريمه بمعنى الكلمه يعني اهي. ولما تبرد ولما تبرد كمان يا سلام هتديني قوام اعلى. ليه؟ لان فيها زبده، فطبيعي لما تبرد هتديني قوام احلى واحلى. الله، انا بقول لك اهو من غير سكر ومن غير اي حاجه. لا ده خطيره بحبها قوي. بص 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 اهي، عايز اوريكي بس القوام بتاعها عامل ازاي. بصي امان يعني، بص انا عملت لها طبق من كتر حلاوتها، عملت لها طبق لوحدها بعد ما جمدت معايا. بص تقومي شايلاها كده، الله. بصي كلام، وتحطيها كده مع زبده مع شويه كريمه كده صغيرين، ولا ملح ولا اي حاجه، طعمها حكايه.